يقول عنه الناقد الأدبي محمد علوط بشكل دقيق ووافٍ: شاعرنا له القدرة على أن يترجم العنف الذي يحمله في دواخله إلى لغة المتخيل الشعري في هندسة مثيرة تتسم بالصور اللامحتملة وبالغرائبية وقوة الخرق لمألوف التصور. إنه يؤثر القصيدة القصيرة وشعر الومضة الخاطفة. الهم السياسي لديه يسكبه في لغة جارحة عنيفة ساخرة لا ينتحل أحذية الغير بل يعتمد على موهبته. إنه شاعر كتب دفاتر الخسران ورفض مساعدة الزلزال. إنه الشاعر أحمد بركات. هو من مواليد عام 1960 بمدينة الدار البيضاء. تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بكل من مدينتي فاس والدار البيضاء. انقطع عن متابعة دراسته الجامعية التي كان يتابعها بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء. تعد سنة 1976 تاريخا هاما في مسيرة الصحفي والشاعر أحمد بركات، لأنها السنة التي نشر فيها لأول مرة، وسنه لم يكن يتجاوز 16، ولم يكن ما نشره قصيدة بل كان مقال قصير ذي نفحة فكرية. نشر هذا المقال بجريدة بيان اليوم، لتتوالى بعد ذلك قصائده الأولى إلى الجريدة نفسها، كما أنه نشر بها قصتين فقط هما ما بعد المخاض وفي البدء كان العنف. لم يكتب وينشر طيلة حياته غير هاتين القصتين، حيث انصرف اهتمامه الكامل على مستوى الإبداع الأدبي إلى كتابة الشعر. ستكتب الأقدار أن الجريدة التي نشر بها أولى كتاباته أي جريدة بيان اليوم، وسنه لم يكن كما قلت يتجاوز 16، سيلتحق للعمل بها رسميا كمراسل متطوع. كانت أغلب مراسلاته عدا الشعر عبارة عن متابعات للحركة المسرحية الهاوية التي كانت في أوج نشاطها في ذلك الزمن، وبعض مقالات ذات الطابع السجالي. سيلتحق فيما بعد بالجريدة كمصحح بداية ليصبح صحفيا بعد ذلك بها، حيث أشرف على صفحة الدار البيضاء وأنجز مجموعة من الاستطلاعات حول قضايا اجتماعية عديدة. بموازاة مع ذلك كان له عمود أسبوعي بالصفحة الثقافية يحمل عنوان كلام بلا حدود ذو طابع أدبي بصفة أساسية. كان له اسمان مستعاران يوقع بهما: عراف من آخر الوطن الذي وقع به أيضا بعد قصائده الأولى، ثم اسمه الثاني المستعار أحمد المغربي الذي اختار أن يوقع به أيضا بعد نصوصه الأدبية النثرية في أواخر حياته. لم يتوقف عن نشر قصائده في الملاحق الثقافية للجرائد الوطنية، كان يعشق أيضا الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وأول ما ترجمه هو قصيدة للشاعر الفرنسي كلود غوي. كان صارما في حكمه على ما ينشر من قصائد، وفي نفس الآن لم يكن يتردد في التعبير عن إعجابه إذا ما راقه عمل أدبي ما. خلف لنا الشاعر أحمد بركات ديوانين شعريين زان بهما رفوف الشعر المعاصر بالمكتبة المغربية. أولهما أبدا لن أساعد الزلزال، نال عنه جائزة اتحاد كتاب المغرب عام 1990، وعمله الثاني دفاتر الخسران. وبعد 20 سنة من وفاة الشاعر كرمت وزارة الثقافة المغربية الشاعر، حيث أصدرت أعماله الكاملة التي ضمت ديوانيه وقصائد أخرى لم تنشر من قبل، كما قدم لهذه الأعمال شقيقه الراحل الكاتب والصحفي عبد العالي بركات. يجمع النقاد المغاربة أن أحمد بركات شاعر هو ذو نبرة حادة، استطاع في فترة قصيرة جدا أن يخلق لنفسه صوتا شعريا خاصا، قوامه قصيدة نثر منفلتة عن السياق السائد حينها سواء في العالم العربي أو في المغرب خاصة، قصيدة ترتبط أشد الارتباط بشخصه وكيانه الخاص، لا يمكن تمثلها إلا من خلال حياته ومعاناته. سيرحل هذا الشاعر عن عالمنا في 9 شتنبر عام 1994 عن عمر يناهز 34 سنة، ليرحل مبكرا ويسجل حضورا خالدا بقصائده، ملتزما حرفيا بتطبيق عبارة كان كثير الترديد لها، نحتها المفكر المغربي الراحل أيضا عبد الكبير الخطيبي عن نيتشه:
تقول إن جدارة الإنسان هي أن يستحق موته بين الموتى.